بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 67. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا طيرة. قال ابن القيم رحمه الله: أعد الباب من أوله. سم أعد الباب من أوله سم. الباب من أوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. أي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه أجمعين. التطير في الأصل هو التشاؤم بالطيور في طيرانها واتجاهاتها وأنواعها، وهذا من أمور الجاهلية، أنهم كانوا إذا رأوا الطيور نظروا إليها أين تتجه فيتشاءمون بها، إن كانوا يريدون أن يعملوا عملا فإنهم يتنازلون عنه، يتشاءمون بالطيور فيتنازلون عن السفر، يتنازلون عن الزواج، يتنازلون لأنهم يتطيرون بها. والطيرة قديمة، ذكرها الله جل وعلا في القرآن أن بني إسرائيل تطيرون بموسى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها على الله، ليس لله منا في ذلك، لأننا نستحقها على الله، قالوا لنا هذا. تصبهم حسنة، المراد بالحسنة هنا الخصب ورخص الأسعار وهذه الحسنة، وإن تصبهم سيئة، المراد بالسيئة هنا ما ينزل بالناس من الفقر ومن غلاء الأسعار ومن قلة الثمار ونحو ذلك، هذه السيئة. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى، يقولون هذا بسبب موسى، هذا أصابنا هذا سببه موسى، يتطيرون بموسى عليه السلام، مع أن موسى هو مصدر الخير، مصدر البركات، رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام، جاءهم بالخير، جاءهم بالبينات، لكنهم يتطيرون به ويتشاءمون به والعياذ بالله، مع أنه مصدر الخير. يتطير بموسى ومن معه، ومن معه من أتباعه من المسلمين. وإن تصبهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. فالذي يصيبهم هو من الله، ليس من موسى، وإنما هو من الله عز وجل بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. أما موسى عليه السلام ومن معه من المسلمين فإنهم سبب للخير، سبب لعمارة الأرض، سبب للبركات، لكن انعكست فطرهم وانعكست مقاصدهم والعياذ بالله، أعماهم الله عز وجل بسبب الكفر. اطيروا بموسى ومن معه. وبقيت الطيرة، طيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأنها اعتقاد أن أحدا يدبر مع الله سبحانه وتعالى،
وهي قال هي ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك وعزمك على الشيء أو ردك عنه، هذه الطيرة. ولا يتوكلون على الله عز وجل، إنما يتوكلون على الطيرة فيبنون عليها تصرفاتهم. هذه من أمور الجاهلية، وهي لا تزال في الناس إلا من رحم الله عز وجل. الطيرة موجودة، فيجب على المسلم أن يتوكل على الله ولا يعتقد في غير الله أنه يفعل شيئا من الخير أو الشر أو الرخاء أو الشدة أو غير ذلك، أو الجدب أو القحط، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. الطيرة شرك، لأنها اعتقاد أن أحدا غير الله يحدث هذه الأشياء بالناس، هذا وجه كون الطيرة شرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. أي ما جاء في التطير من الآيات ومن الأحاديث. نعم. أي من النهي عنه والوعيد فيه. نعم. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة. نعم. وأصله التطير بالسوانح والبوارح، من الطيور، السوانح والبوارح من الطيور في اتجاهاتها إذا طارت. نعم. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصد والضباء. الضباء، نعم، جمع ضبي. نعم. من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. أي نعم، إذا رأوا أن الطير أو الضبي متجها إلى غير ما يريدون تشاءموا به ورجعوا عن سفرهم، وإذا كان موافقا لما يريدون مضوا في أمرهم، فيسندون الأمور إلى غير الله عز وجل. نعم. فنفاه الشرع وأبطله. نفى التطير وأبطله. نعم. وأمر بالتوكل على الله. نعم. فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. نعم. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج. العجاج، سألت رؤبة بن العجاج من أئمة اللغة، مرجع في اللغة. نعم. سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة. نعم. والذي يجيئك من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. نعم. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب. نعم. لكونهما من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. هي من الشرك، لكن الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. نعم. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد. نعم، هذا وجه ذكر الطيرة في كتاب التوحيد، أنها اعتقاد في غير الله، تشاؤم في المخلوقات. نعم. ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم، الواجب، لأن كمال التوحيد على نوعين: واجب ومستحب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله،
ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم يعني ما يصيبهم من خير أو شر هو من عند الله وليس من عند الطيور وطيرانها، وإنما هو من عند الله قدره عليهم. نعم. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها، ما يقولون هذه من هذه من الله بها علينا وأنعم الله بها علينا، فيقولون هذه نستحقها على الله عز وجل، لنا هذه يعني نستحقها، ويجحدون فضل الله عليهم. نعم. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، تطيرون بكليم الله وعبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام الذي جاءهم بالخير، جاءهم بالبينات والهدى، يتطيرون به، يتشاءمون به ومن معه من المسلمين. نعم. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، آل فرعون يعني أتباع فرعون، آل فرعون يعني أتباعه. نعم. أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره. نعم. قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به. أي نعم نستحقها، يقولون هذه نستحقها على الله، يجحدون فضل الله عليهم. نعم. ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، يقولون هذا بسبب موسى وأتباعه، يتشاءمون بموسى عليه السلام والمسلمين معه. نعم. فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. والآن في من يتطير بأهل الخير، يقولون هالمطاوعة ذولا هم اللي سببوا لنا كذا وكذا، هم الذين حرمونا من التقدم والرقي وإلى آخره، هذا من جنس تشاؤم قوم موسى. نعم. فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنه طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. نعم. وفي رواية شؤمهم، قال الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره، أي ما قدر عليه من خير أو شر ألزمناه طائره في عنقه. نعم. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله. أي نعم، لأن ما يصيبهم من القحط ومن الأمراض ومن عند الله عز وجل، ما هو من عند موسى والمسلمين معه، إنما هو من عند الله قدره عليهم بذنوبهم. نعم. أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. أي نعم، إنما جاءهم هذا المصيبة بسببهم هم، بكفرهم وأعمالهم السيئة، فكان الواجب عليهم أن يحاسبوا أنفسهم. المسلم إذا أصابته مصيبة يحاسب نفسه ويعلم أنها ما أصابته إلا بذنب وقع منه، فيتوب إلى الله ويحاسب نفسه. نعم. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم أكثر بني إسرائيل غير المسلمين، غير المسلمين أكثر بني إسرائيل الذين لم يسلموا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الحق من الباطل والعقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة، فهذا فيه ذم الجهل، هذا فيه ذم الجهل وهو عدم العلم، وفيه مدح العلم. نعم. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أكثرهم جهال لا يدرون. نعم. ولو فهموا
وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة إلا الخير الخير ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح. نعم الأنبياء ما جاءوا إلا بالخير، وأما الشر إنما يأتي بسبب ذنوب العباد، والأنبياء جاءوا بالخير والطاعة والعلم. نعم. والفلاح لمن آمن به واتبعه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله قالوا طائركم عند الله أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، هذا في سورة ياسين. قالوا طائركم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم أي ما أصابكم، قالوا طائركم معكم أي بسببكم، ما أصابكم فهو بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. أتقولون هذا القول لما ذكرتم ووعظتم وبين لكم، قابلتم هذا بأن العلماء والرسل وأتباعهم هم سبب البلاء؟ نسأل الله العافية. نعم. المعنى والله أعلم، حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين. نعم. ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل نعم، ببغيكم وعداوتكم. نعم. فطائر الباغي الظالم معه. نعم. فطائر الباغي الظالم معه. فطائر الباغي، فطائر الباغي، نعم، الظالم معه، فطائر الظالم الباغي معه، طائركم معكم الذي تحملونه من الأعمال السيئة والكفر هو الذي سبب لكم العقوبات، طائركم معكم تحملونه. على الإنسان إذا أصابه شيء يكرهه أن يحاسب نفسه ويعلم أن ما أصابه بذنب، يتوب إلى الله عز وجل ولا يلقي باللائمة على غيره. نعم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له. أي نعم. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. شوف، السبب من قبل العبد، وأما القضاء والقدر فهو من قبل الله وهو عدل، حيث عاقبهم على ذنوبهم وسيئاتهم، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، كما أنه يجازي على الحسنات بالخير فيجازي على السيئات بالشر والعقوبة، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني يكرم المجرمين، لا، هذا لا يليق بالله عز وجل، إنما يثيب المسلمين، وأما المجرمون فإن الله سبحانه يعاقبهم، الجزاء من جنس العمل، هذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى، ولا يسوي سبحانه بين المسلمين والمجرمين، يصير هذا ظلم، لو سوى بينهم كان هذا ظلما، والله منزه عن الظلم. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم. أي نعم، المعنى واحد. نعم. فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. نعم. ونظيره قوله عليه السلام
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم عليكم أهل الكتاب فلا تقولوا عليكم السلام، بل قولوا وعليكم، وعليكم فقط. نعم. وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم به، تطيرتم بنا. نعم. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين. ما جاء في الطيرة، باب ما جاء في الطيرة، ما المناسبة بين الترجمة وهذه الآية؟ تنبهوا. نعم. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين. نعم. وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير، وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. نعم، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. لا عدوى، كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه، كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه وينتقل بنفسه، وهذا باطل. المرض يعدي، نعم، والعدوى موجودة، ولكنها بقضاء الله وقدره وليست بنفسه. العدوى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني على ما يعتقده المشركون أن العدوى تنتقل بنفسها من شخص إلى شخص أو من دابة إلى دابة. والحق أن العدوى هي بقدر الله، هو الذي ينقلها من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد، فيدعى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله. نعم. ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية. نعم. ولا هامة. ولا هامة، الهامة هي البومة، طائر اللي يسمى البومة، تشاءمون بصوتها، يظنون أنها تدل على الموت، فإذا صاحت على جدار أحد قال نعت إلي نفسي، يعتقد أنه سيموت. طائر البومة ما عنده خبر من هذا، طائر مثل الطيور، مثل ما صوت الطيور صوت البومة، ولا تدل على خير ولا شر. نعم، هم لا، هم يعتقدون في البومة أنها شؤم وأنها تدل على الموت. نعم. ولا هامة ولا صفر. ولا صفر، كانوا يتشاءمون في شهر صفر، يتشاءمون في شهر صفر، هذا معنى ولا صفر. فشهر صفر كسائر الشهور، مواقيت خلقها الله سبحانه وتعالى، وليست هي التي تسبب الخير أو الشر، إنما هي مواقيت شهور. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فصفر من جملة الشهور، وليس يدل على خير ولا على شر. الخير والشر يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، يقدره على من يشاء لحكمة. نعم. ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. نعم.
زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولا نوء ولا غول، لأنهم يعتقدون في الأنواء، في أوقات الأنواء أنها فيها أشياء مذمومة ولا يسافرون فيها، ولا هذا من اعتقاد الجاهلية، هذا من اعتقاد الجاهلية. ولا غول، الغول هو ما يتراءى للمسافر أمامه، يتراءى ضوء من الجن، من الجن خصوصا إذا استوحش فإنها تظهر أمامه هذه الأضواء، وهم الجن. فعلى المسلم أن يتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله، ولا يخاف من هذه الأضواء التي تتغول أمامه. نعم. قال أبو السعدات، أبو السعدات بن الأثير إمام أهل اللغة، نعم. قال أبو السعدات رحمه الله: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. نعم. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. نعم، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية، لا يورد ممرض على مصح، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية، هذا يسمى الحجر الصحي. لا بأس، إذا كان الطاعون في بلد فلا يخرج منه أحد ولا يدخل عليه أحد حتى ينتهي، هذا حجر يسمونه الآن الحجر الصحي، فهذا مشروع ومن اتخاذ الأسباب النافعة الواقية بإذن الله. نعم. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح. نعم. وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. نعم. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. نعم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. إيه نعم، فر من المجذوم، الجذام، الجذام مرض تتساقط منه الأعضاء والعياذ بالله، هذا المجذوم الجذام، فلا تخالطه، لا تخالط المجذوم، هذا من اتخاذ الأسباب، والواقع هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح رحمهم الله وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، العدوى موجودة ولكن الجاهلية تعتقد أن المرض ينتقل بنفسه، وأهل الإسلام يقولون المرض ينتقل ولكنه بقدر الله وقضائه لا بنفسه. نعم. أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. نعم. وأن هذه الأمور تعدي بطبعها. نعم. وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. إيه نعم، قد تحصل العدوى لكنها بقضاء الله وقدره، فأن تجنبها من باب اتخاذ الأسباب الواقية. نعم. ولهذا قال:
وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فر من المجذوم لأنه يعدي، الجذام يعدي، فلا تخالط المجذوم، هذا من اتخاذ الأسباب. نعم. وقال: لا يورد ممرض على مصح. لا يورد البهائم، يعني لا يورد ممرض على مصح، الذي معه بهائم موبوءة فيها مرض، لا، اللي معه بهائم صحيحة لا يخلطها معها، بل يذهب إلى مكان آخر، وهذا من فعل الأسباب الواقية بإذن الله. نعم. وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. إيه نعم، الطاعون والعياذ بالله إذا حصل في بلد فلا يخرج منه أحد ولا يدخل إليه أحد حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى، هذا من اتخاذ الأسباب، ما هو من اعتقاد الجاهلية، وإنما هو من اتخاذ الأسباب الواقية. نعم. وهذا هو ما يسمى الآن بالحجر الصحي. نعم. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. نعم، ما في شك، ما يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا. لا يعدي شيء شيئا من نفسه، وإنما الله هو الذي ينقل العدوى من شيء إلى شيء، يجب التوكل على الله. نعم. لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. يجب التوكل على الله والاعتماد عليه مع اتخاذ الأسباب الواقية، بالدواء، بتجنب مواطن الوباء ولا يقدم عليها، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. نعم. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. إذا كان في عافية يتجنب مواطن المرض ومواطن، تجنبها. نعم. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم. نعم. يتجنب المواطن الموبوءة المعدية كما يتجنب البير لا يقع فيها، وكما يتجنب النار لا يحترق فيها، ولا يقول أنا متوكل على الله ويطرح نفسه بالبير، لا يجوز هذا، أو يطرح نفسه في النار يقول أنا متوكل على الله، ما هو هذا التوكل على الله؟ الله أمرك بتوقي الأضرار وبتجنب الأضرار. نعم. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون. إيه نعم، المجذوم الجذام يعدي، والطاعون والعياذ بالله يعدي. نعم. فالإنسان المعافى يبتعد عنها من اتخاذ الأسباب الواقية. نعم. فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. نعم. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. نعم. فتتوكل على الله وتتجنب الأسباب الضارة، الله أمرك بهذا، قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
تجنب الأسباب الضارة. نعم. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. نعم. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه جرع السم، أخذ السم وجرع أمام الناس لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، يريد أن يبين للناس أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. إيه نعم. إذا بلغ الإنسان من التوكل إلى هذه الدرجة فلا بأس أن يخالط المجذوم وبلد الطاعون، لكن أما إذا كان إيمانه لا يصل إلى هذه الدرجة فلا، يتجنب الأسباب الضارة. هذه نوادر أن الإنسان يفعل الشيء اللي فيه خطر، ولا يفعله إلا إذا كان يترتب عليه فائدة. فخالد بن الوليد فعل أكل السم لأجل يبين أن التوكل على الله لا يضر معه شيء. نعم. وقد أخذ به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. نعم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكل السم. نعم. ومنه مشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي موسى الخولاني على متن البحر، قاله. نعم. ابن رجب رحمه الله. نعم. مشوا على متن البحر، خاضوه ولم يغرقوا، أنهم يريدون أن يبينوا أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: ولا طيرة، قال ابن القيم رحمه الله: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، يعني لا تطيروا هذا نهي، ولا طيرة يعني لا تحصل الطيرة من نفسها وإنما تحصل بقدر الله وقضائه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي. نعم. وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. نعم. كانت الجاهلية يبالغون في التوقي ويظنون أن هذه الأمراض تعدي بنفسها وتنتقل بنفسها، أما المسلمون يقولون تعدي، لكنها تعدي إذا أراد الله سبحانه بقضاء الله وقدره. هذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في العدوى. نعم. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. نعم. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. نعم. الطيرة الإنسان يجد في نفسه يعني شيء من الطيرة، لكنه يتوكل على الله ويدفعها، تندفع عنه بإذن الله، ولا هي موجودة، يهوجس فيها الإنسان وتخطر بباله، لكن التوكل يذهبها، كما قال في حديث الطيرة شرك: الطيرة شرك، قال الراوي: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم.
فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. نعم. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. نعم، كانوا في بعض البوادي في نجد المجدور ما يقربون أبدا، يبتعدون عنه ولا يعالجونه ولا شيء، لما يموت كله من التطير والعياذ بالله. نعم. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. نعم. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. أين؟ قال عكرمة رحمه الله: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تشاؤمون بالطيور. في مجلس ابن عباس مر طير له صوت، فقال واحد من الجالسين: خير خير. قال له ابن عباس: لا خير ولا شر ولا تصحبنا. فطرده من مجلسه. نعم. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. نعم. وخرج طاووس رحمه الله مع صاحب له في سفر. طاووس اليماني، طاووس من علماء اليمن. نعم. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. نعم، طرده من صحبته. أي خير عند الغراب؟ غراب طائر يصوت، هذا صوته، ولا يدل على خير ولا شر. نعم. قال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. نعم. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول المؤلف: السانح ما ولاك ما يامنه والبارح ما ولاك ما ياسره؟ يعني الطير، إذا الطير مر عن يسارك أو مر عن يمينك هذا السانح والبارح، إن مر عن يمينك فهو البارح وإن مر عن يسارك فهو السارح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا البارح والسارح والنطيح، إن كان مر أمامك هو النطيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ينتشر عند بعض الناس قول فلان مرض بسبب العدوى التي أخذها من فلان، ما حكم قولهم هذا؟ إذا كان يقول بسبب لا بأس، أما إذا قال مرض بالعدوى هذا لا يجوز، أما إذا قال بسبب فلا بأس، لأنها العدوى سبب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخل أحد أقاربي المستشفى وجعل في الحجر الصحي، فهل تجوز لي الزيارة؟ لا، إذا جعل في الحجر الصحي لا تجوز لك الزيارة، إنما يزوره اللي يعالجه واللي تولى شأنه،
وهو متخذ للأسباب الواقية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل فهمي صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا تطيروا بالمرضى فإنهم لن يعدوكم إلا بقدر الله؟ هذا المعنى. أي نعم، هذا فهم صحيح، هذا الذي ذكره المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تنتشر عادة في المجتمع أنه إذا سقط فنجال أو شيء من الأشياء صاح أحدهم بقوله طاح الشر. لا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه يدل على أن التوكل على الله بالقلب يكفي دون أخذ الأسباب؟ لا، يدل على قوة التوكل على الله، وأنه إذا قوي التوكل على الله فلا يضر شيء إلا بقضائه وقدره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بكمال التوحيد الواجب والمستحب؟ الواجب الذي لا بد منه، وأما المستحب فهو الذي يحسن فعله وليس بلازم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز هذا القول: ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف؟ يقول: هل يجوز هذا القول: ربنا جلت قدرته، ربنا أو ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، إن هذا الدين دين الإحساس، ومهما وجدت من حس حسن فهو آية تتلى وسنة تروى؟ هذا كلام غير معروف، ولا يقال الكلام هذا لأنه غير معروف وغير واضح المعنى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الأخذ على عسب الفحل؟ لا، ما يجوز لصاحب الفحل أن يأخذ شيئا على ضرابه، على ضرابه ما يجوز هذا، لأن هذا الشيء يبذل بدون مقابل، من باب المعروف، من باب قضاء حوائج الناس، فلا وهو ما يضر الفحل، وما يضر الفحل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الحديث المذكور في من تصبح بسبع تمرات هل هو خاص بالعجوة؟ لا، فيه خلاف، في بعض العلماء يرون خاص بعجوة المدينة، بعضهم يقول خاص أنه عام في التمر، إن حصلت عجوة المدينة فهي أحسن، وإلا التمر عموما فيه هذه الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تحصل منكرات، بعض المنكرات في عملي، فهل أنكر إذا كان هذا يضر بعملي، وهل أنكر باللسان أو القلب؟ أطلب النقل أحسن منه، أطلب النقل من هذا العمل إلى عمل آخر ومع ناس طيبين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز التنفل بعد صلاة الظهر إلى العصر؟ نعم. يقول: هل يجوز التنفل بعد صلاة الظهر إلى العصر، وهل هذا مشروع؟ تنفل بالصلاة. أي نعم، كل وقت للصلاة إلا أوقات النهي، أوقات النهي لا تصلي فيها إلا قضاء الفوائت ولا تحية المسجد ولا ذوات الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي السجود على طرف عمامتي؟ نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الظهر، فإذا أرادوا السجود يضعون عمائمهم ويسجدون عليها، لأن حرارة الرمضة باقية في الأرض. نعم. هذا من توقي الضار. نعم. أو يزيل الخشوع أيضا، يزيل الخشوع أيضا،
فيتوقع لأجل أن يحصل له الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما العلامات الدالة على توفيق الله لعبده في سلوك طلب العلم؟ علامات كثيرة. العلامات إيش؟ نعم. يقول: ما العلامات الدالة على توفيق الله لعبده في سلوك طلب العلم؟ علامات الدالة: إذا وجدت طمأنينة لطلب العلم عند هذا العالم أو في هذا البلد، وجدت طمأنينة وارتياح فتستمر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ القنوط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ألا يقنط الإنسان من رحمة الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما اليأس من روح الله، اليأس من الفرج، إذا صار الإنسان في شدة ييأس من الفرج ويظن إن الله ما يفرج له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تأخير إخراج الزكاة، إخراج زكاة المال لمصلحة؟ إذا كان لمصلحة مثل يعني قدوم المحتاج، المحتاج غايب ويوخرها إلى ما يقدم يعطيها إياه، لا بأس. إذا كان لغرض صحيح يجوز تأخيره. نعم. إذا كان ما عنده فلوس الآن وينتظر يجيه فلوس ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم غسل اليدين بعد الخروج من زيارة مريض في المستشفى خوفا من الجراثيم؟ أبد إن شاء الله توكل على الله، ولا أنت بحاجة إلى غسل اليدين، لأن هذا قد يسيء إلى المريض إذا بلغه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من أولياء أمور البنات وسائقي الباصات الخاصة في نقل الطالبات، يقول السؤال: إذا أذن الظهر هل يحق لنا أن نصلي بعد الأذان مباشرة، لأن خروج الطالبات يوافق أداء الصلاة مع الجماعة، خوفا على البنات؟ يقول: لا بأس بذلك، إذا كان هذا له فائدة وله سبب وقد أذن المؤذن ودخل الوقت، فلا بأس أن تصلوا من أجل أن تستعدوا لعملكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من حج ولم يطف طواف الوداع؟ يكون عليه فدية، إن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه فدية، عليه فدية يذبحها في مكة ووزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حج متمتعا وتعذر عليه ذبح الهدي ولم يصم 10 أيام، فما الواجب عليه وما حكم حجه؟ يصوم 10 أيام الآن، الحمد لله، يصوم 10 أيام الآن بدل الهدي الذي تعسر عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: وجدت شاتين في البر وربيتهما لمدة سنة ودائما أعلن عنهما، فهل يجوز لي أخذها؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، لما سئل عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، ما دام أنه نبهت عنها ولا جاء أحد فهي لك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل لا يواظب على الصلاة، يصلي أياما ويتركها أياما إلى أن بلغ سن 40،
ثم التزم التزاما تاما ويصليها بالمسجد. سؤاله يقول: هل يقضي الصلوات التي فاتت وتركها قبل ذلك؟ إذا كانت كثيرة لا ما يقضيها، لكن يحافظ على الصلاة في المستقبل مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل استدان من آخر وقال له سأرجعه لك عند نزول الراتب، ولكن راتبه تأخر 5 أشهر، يقول هل علي شيء في ذلك؟ معذور، ما دام أنه تأخر ولا عندك شيء تسدد أنت معذور في هذا، نظرة إلى ميسرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الكبك الذي يكون من الجواهر؟ كيف؟ يقول: لبس كبك الثوب أو زرار الثوب الذي يكون من الجواهر. إذا لم يكن ذهبا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من يقول أنا مسلم علماني أصلي؟ يقول: ما حكم من يقول أنه مسلم علماني يصلي ويصوم ويحج لكنه يدعو إلى فصل الدين عن الدولة؟ علماني ما يجتمع علماني ومسلم، العلماني معناه الذي لا دين له، ألا يقول هذا؟ يقول أنا مسلم ولا يقول علماني، ما يجتمع مسلم علماني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يصلي، رجل يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يزكي ماله، فهل يعتبر كافرا؟ إن كان جاحدا لوجوب الزكاة فهو كافر، أما إن كان بخلا فإنه لا يكفر، ولكن يجب عليه إخراج الزكاة كلها الماضية والحاضرة ولا يبقى في ذمته شيء من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لمس الذكر ناقض للوضوء مطلقا؟ إيه نعم، من دون حائل. نعم، مس الذكر من دون حائل بالكف، مسه بالكف ينقض الوضوء. نعم، لأنه جاء في الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل السكوت في زمن الفتن هو المنهج الصحيح للمسلم، وما ضابط هذا السكوت؟ كيف السكوت؟ ما يسكت الإنسان، يبين ويدعو إلى الله ويعلم الناس ولا يسكت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا ذكر اسم نبي من الأنبياء هل نصلي عليه ونسلم كما نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، تصلي عليه كما تصلي على نبينا محمد، لأنهم إخوة، الأنبياء إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي دفع زكاتي لابن ابنتي علما أنه موظف ولكن عليه؟ لا ابن ابنتك هذا من ذريك، ولا يجوز دفع الزكاة الوالد لولده، ولد لك أنت والد جد له، لا يجوز هذا. نعم، الجد والد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من شروط الخلع حضور الولي والقاضي؟ لا ما هو من شروط، لكن يوثق عند القاضي، طيب يثبت ويوثق، أما إذا ما حضر قاضي يكفي أن يشهد عليه، يشهد عليه شاهدين. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الأشخاص إذا وقع لهم مكروه أو شر يقولون هذا بسبب تواجد فلان معنا بسبب حضوره، بالعامية يقول النحس هذا منك. هذا تطير ولا يجوز،
هذا تطير للشخص ولا يجوز. يقول هذا من الله عز وجل، يتوب إلى الله ويستغفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم يا رسول الله اشفع لي عند الله، هل هو من الشرك الأكبر؟ الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب الشفاعة من الله، تقول اللهم شفع في نبيك، شفع في عبادك الصالحين، تطلب الشفاعة من الله عز وجل، ولا تطلبها من النبي ولا من غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ينسب الشر إلى الله؟ الله قدر الشر، نعم، لكن يقال الشر من الله في هذا اللفظ؟ لا، لكن يقال الله قدر الخير والشر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز احتساب الضرائب التي يدفعها المسلم أن يحتسبها من الزكاة؟ لا، ما يقي بها ماله، إذا كان يؤخذ منه ضرائب فلا يجعل الزكاة واقية لماله، هذه مظالم ليست زكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا سائق في خارج هذه البلاد، وأحيانا يأتيني راكب يذهب إلى الكنيسة، فهل يجوز أن أوصله بمقابل مالي؟ لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا توديهم الكنائس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إنكار المنكرات العامة وتحذير الناس من الذهاب لها يعد خروجا على الحاكم؟ الإنكار يختلف، اللي معه سلطة ومعه مثل من أعضاء الهيئة ينكر باليد، رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اللي معه سلطة ونائب عن السلطان ينكر باليد، أما الذي ليس معه سلطة ينكر باللسان، يبين للناس، ينصح، يدعو إلى الله، يحذر من المعاصي، هذا إنكار باللسان. واللي ما عنده سلطة ولا عنده قدرة على الإنكار باللسان ينكر بقلبه، هذا أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إنكار المنكر، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، لا بد من إنكار المنكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي مصاحف مجزأة ربع ياسين والعشر الأخير وجزء عما، يقول، في المسجد، وتعطلت منافعها وأعطيتها مدرسة لتحفيظ القرآن لينتفعوا بها، فهل يجوز فعلي هذا؟ إن كانت للمسجد فلا يجوز هذا، إن كانت هذه موضوعة في المسجد وهي للمسجد فلا يجوز إخراجها من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أبي يبيع الطعام في أعراس تقام فيها معاصي، هل يجوز ذلك؟ إذا كان فيها معاصي فلا يبيع عليهم الطعام، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز ضرب الولد لتربيته؟ أي ضرب غير مبرح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن ضرب غير مبرح لا يجرح الجلد ولا يكسر العظم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض؟ فساد كبير. نعم، واضح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنع موليته من كفء رضيت به، هذا عضل ولا يجوز، تسقط ولايته
وتنتقل إلى من بعده من العصب. فلا يجوز للإنسان أن يمنع بنته أو أخته أو موليته من كفء رضيت به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء؟ صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني ما ينظر إلى النساء ولا يذهب إلى تجمعات النساء، ابتعد عن النساء التي في الذهاب إليها أو رؤيتها فيها فتنة له، يبتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والاختلاط أو اختلاط يكون في المكان، لا يجوز لك مكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء تذهب إليه تشارك أهله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من تردد بين أمرين واستخار ولكن ما زال مترددا فأجرى قرعة للاختيار بين الأمرين مع أنه لا يعتقد أنها تنفع أو تضر، فما لا بدل القرعة يكرر الاستخارة حتى يتبين أو يترجح عنده أحد الأمرين، كرر الاستخارة، استخارة عبادة. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم زنا اليد أو المتعة؟ حرام، الاستمناء باليد حرام، لا يجوز، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لا يجوز إلا في الزوجة أو ملك اليمين، الاستمتاع ما يجوز إلا بالزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الشخص الذي يقول بعض الكفار يمكن أن يدخلوا الجنة؟ نعوذ بالله، هذا الكافر حرم الله عليه دخول الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لا يجوز، هذا مخالف لقول الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كان لي مبلغ من المال خصصته لشراء قطعة أرض، فاتفقت مع البائع على السعر وأعطيته يقول ركبون. كان لي مبلغ من المال خصصته لشراء كان لي مبلغ من المال خصصته لشراء قطعة أرض، فاتفقت مع البائع على السعر وأعطيته عربونا، إلا أنه سافر وحال الحول على المبلغ، يقول: هل يجب علي إخراج الزكاة فيه؟ أي نعم، هو ما زال على ملكك، ما زال على ملكك، تزكيه إذا حال عليه الحول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الأصل في الدعوة، اللين أم الشدة؟ اللين هو الأصل، اللين هو الأصل، والشدة ما تصلح في الدعوة، تنفر الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الشدة ما تصلح في الدعوة أبدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل اسم الدهر من أسماء الله؟ لا، ولا يجوز أن يقول، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الدهر، ليس معناه إن الدهر من أسماء الله، وإنما معناه أن الله هو الذي يقلب الليل والنار، لا تسب الدهر يؤذيني ابن آدم، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إيش معنى الدهر؟ أقلب الليل والنهار، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أسماء الله عز وجل إلا عند الإمام ابن حزم، هذا غلط. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يذكرون أنه حصل للصحابة من شهداء أحد رضي الله عنهم كرامة، حيث أجرى الله منذ عشرات السنين سيلا جرف التراب الذي على قبورهم حتى رآهم الناس وأجسامهم لم تأكلها التراب. يقول هل هذا الخبر صحيح؟ الله أعلم، أنا ما أقول صحيح ولا ما هو صحيح، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما عقاب المرتشي؟ يقول: ما عقاب المرتشي؟ المرتشي، نعم، عقابه عند ولي الأمر، إذا ثبت أنه يأخذ الرشوة يعاقب ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه سرد، واحد فرد وهو رجب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من خرج للوضوء ورجع إلى المسجد هل يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ إذا كان في نيته الرجوع هو مثل الجالس في المسجد، ما عليه تحية مسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا نسيت دعاء الاستفتاح ثم تذكرته بعد أن أتيت يقول: إذا نسيت دعاء الاستفتاح، نعم، ثم تذكرته بعد البسملة فهل أعود إليه؟ لا، هو سنة، إذا تركته فالصلاة صحيحة، الحمد لله، فات محله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: